بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض نراجع الميد تيرم. اتمنى ان انتوا خلال المراجعه دي تكونوا مركزين جدا، لان المراجعه دي اغلب الامتحان، يعني او اغلب الامتحانات هتكون شامله الاجزاء اللي احنا هنتكلم عنها. يعني في اجزاء معينه هتلاقي ان هي لازم تيجي في الامتحان، فانا اتمنى ان انتوا تكونوا مركزين جدا ومقدرين المعلومات اللي موجودة في الفيديو ده. هنشرح كده مع بعض سؤال سؤال في البوكلت اللي انا كنت سايبها لكم على الجروب. اللي مش عارف الجروب ممكن يكتب على فيسبوك ساينس ويز مستر احمد الباشا، طبعا بالانجلش ساينس ويز مستر احمد الباشا، هيلاقي جروب فيسبوك يقدر ان هو يدخل، وهيلاقي اللينكات اللي يقدر يحمل منها المراجعة. ولو مش معاك خليك معنا، واتمنى ان انت تكون فاهم. طيب في البوكلت دي هتفتحوا لي بيج نمبر 15. بيج نمبر 15 احنا هناخد الجزء الاول من المراجعة بتاعتنا على الدرس الاول في هيئة سؤال واجابته، توفيرا عليكم. طبعا في اول في نص الملزمة الاولاني انا حاطط لكم الاسئلة من غير اجابة، في النص الثاني الاجابات. فتعالوا كده مع بعض نبدأ بالاسئلة المهمة في المنهج عندنا، ونتدرب ازاي ان احنا نجاوبها. طبعا الامتحان عندكم هيكون عبارة عن خمس او ست اسئلة، كل سؤال مختلف. يعني لازم تلاقي في الامتحان scientific term، لازم تلاقي give reason، لازم تلاقي complete، لازم تلاقي ممكن تلاقي، يعني ممكن what happened if، وسؤال choose. طيب تعالوا كده نبدأ بسؤال write scientific term لان هو مهم جدا. طيب انا عندي كم سؤال، عندي كم lesson، عندي 4 lessons همتحن فيه. في ناس هتمتحن على يونت 1 اللي هي 2 ليسون واول ليسون في يونت 2، وفي ناس هتمتحن على ال 2 ليسون اللي في يونت 2. فاحنا هنحاول ان احنا نتطرق لكل الاجزاء دي، ولكن تعالوا نبدا مع بعض كده بسؤال الساينتفك تيرم، ونشوف اول سؤال واهم سؤال ممكن يجي لي يقول لي ايه. بيجي يقول لي افيكسد بوينت. اول ما اشوف في الامتحان، علشان نكون متفقين، اول ما اشوف في الامتحان كلمة fixed point يبقى هو بيكلمني عن الفوكرم. والفوكرم يعني ايه؟ الفوكرم هو كانت النقطة اللي كان بيدور حواليها الفورس والريزيستنس. فاكرين ان اي ليفر كان بيتكون من ثلاث حاجات، او في الحقيقة من خمس حاجات. اول حاجة كانت، يعني فلنفترض ان ده دي كده الميد بوينت، او ميد بوينت يعني فيكسد بوينت. فدي الميد بوينت بتاعت فوكرم، بتاعت ليفر. الليفر ده في هنا الفوكرم بنرمز لها بالرمز او. فكان بيبقى فيه الفورس هنا، وكان بيبقى فيه هنا الريزيستنس، ذا ريزيستنس. كده الليفر ده اللي انا رسمته ده ليفر نوعه فيرست كلاس ليفر. احنا عندنا فيرست كلاس وسكند كلاس وثيرد كلاس. ففي الفيرست كلاس كانت الفوكرم في النص between resistance and force، والفورس ساعات بنقولها effort force. طيب المسافه اللي من الفوكرم لحد الفورس دي كانت اسمها effort force arm، دي كان اسمها الارم بتاع مين؟ بتاع الفورس. وهنا برضو المسافه من اول الريزيستنس لحد الفوكرم، لحد الميد بوينت في الفيرست كلاس، كان اسمها الارم بتاع مين؟ بتاع الريزيستنس. نفس الكلام لو جيت انا رسمت، لو جيت رسمت سكند كلاس ليفر. السكند كلاس كان بيبقى عندي هنا الفوكرم، وكان بيبقى في النص هنا في الريزيستنس، وفي الحرف خالص كان بيبقى فيه الفورس. فده مثلا ده سكند كلاس ليفر. ليه؟ لان اللي في النص مين؟ اللي في النص هنا الريزيستنس مش الفوكرم. لو كان الفوكرم يبقى فيرست كلاس ليفر، اما هنا اللي في النص مين؟ اللي في النص هنا ريزيستنس، وبالتالي ده في النص هنا ريزيستنس، يبقى ده سكند كلاس ليفر.
والسكند كلاس ليفر عنده نفس الكلام، عنده ارم للريزيستنس ارم، ده الارم بتاع مين؟ مش من اول الفكره من لحد الار، ده الارم بتاع مين؟ بتاع الفورس، بتاع سوري بتاع الريزيستنس. وعندنا ارم تاني من اول الفورس الحاد الفوكرم، ده برضو ارم، ارم بتاع مين؟ ارم بتاع الفورس. فكانت في السكند كلاس الريزيستنس في النص. تعال نشوف الثيرد كلاس ليفر، كانت الاوب تبقى هنا، وكان في الحرف هنا في ريزيستنس، بس مين اللي في النص؟ الايفورت فورس. فكانت الايفورت فورس كان ليها طبعا ارم، فالارم ده الارم بتاع مين؟ الارم بتاع الفورس. طيب من اول الريزيستنس لحد الفوكرم كان ده الارم بتاع مين؟ ده الارم بتاع الريزيستنس. دي شويه حاجات لازم نراجعها بسرعه عشان نكون فاكرين. طيب ايه بقى هي الفيكسد بوينت اللي عماله الفورس والريزيستنس تلف حواليها؟ هي الفوكرم. ده سؤال واضح ومباشر جدا، محدش يتلخبط فيه. اول ما تشوف فيكسد بوينت يبقى انا بكلمك عن فوكرم. طيب كلمه تانية اول ما تشوفها في الامتحان تقول انا عرفت الاجابه، اللي هي ريجيد بار. اول ما تشوف في الامتحان ريجيد بار، طبعا هو ليها تكمله، روتيتس اون ا فيكسد بوينت اند افكتد باي ا فورس اند ريزيستنس، دي الديفينيشن اوف ليفر. الليفر ده عباره عن ريجيد بار، يعني حاجه صلبه او ساق صلبه، جسم قوي زي النات كراكر. ينفع النات كراكر اعملها من البلاستيك؟ لا، لازم تكون ريجيد بار. حتى لو عملتها من البلاستيك اعملها من بلاستيك قوي. الكرو بار اللي هي كانت فيرست كلاس ليفر لازم تكون عباره عن ريجيد بار. لما نيجي نشوف مثلا الهوكي بات ثيرد كلاس ليفر، فالثيرد كلاس ليفر ده ليفر مهم، لازم يكون ريجيد بار. يبقى كل انواع الليفرز بتتكون من ريجيد بار، من حاجه قويه اقدر ان انا استخدمها في استخدامات كتير. فده تعريف الليفر. ليفر از ا ريجيد بار روتيت اراوند ا فيكسد بوينت and affected by force and resistance. تعال نشوف بقى نوعية تانية من الأسئلة، أو يعني شكل تاني من أسئلة scientific term. Liver that have a fixed point. Fixed point يعني إيه fixed point؟ أنا قلت لك أول ما تشوف fixed point تقول لي fulcrum. يبقى liver that has fulcrum between force and resistance. يبقى إيه اللي عنده الforce الfulcrum between force and resistance؟ First class liver. ال first class liver إحنا عارفين إن هو من أنواع livers المهمة جدا، اللي المفروض ان انتوا تكونوا مذاكرين شويه، حتى اللي مش مذاكر يركز معايا. الفيرست كلاس ليفر واكتبها نوت عندك كده، بيعمل ثلاث حاجات. انا بتكلم على الفيرست كلاس ليفر. اولا احيانا يعمل كونزرفنج للايفورت، يعني يوفر ايفورت، واحيانا ما يعملش كونزرفنج للايفورت، دونت كونزرف الايفورت. وفي الحاله الثالثه ان فورس ايكوال ريزيستنس في الفيرست كلاس ليفر. يبقى الفيرست كلاس ليفر بيعمل ايه؟ احيانا يعمل كونزرف، يعني سيف الطاقه، يعني يبقى مفيد، هاف ميكانيكال بنفيت. خلي بالك ان كلمه هاف ميكانيكال بنفيت زي كونزرف الايفورت زي سيف ذا ايفورت، الثلاثه نفس المينينج. فاحيانا الفيرست كلاس يعمل سيف للايفورت او ميكانيكال بنفيت، احيانا الحاجه الثانيه دونت سيف ايفورت او دونت كونزرف ايفورت او دونت هاف ميكانيكال بنفيت، او الحاله الثالثه ان هو الايكوال، ان في ايكوال بقى بين الفورس وبين الريزيستنس. وهنتطرق للقصه دي قدام شويه، بس خليك فاكر ان السكند كلاس ليفر اولويز كونزرف ذا ايفورت، اند ذا ثيرد كلاس ليفر نيفر كونزرف ذا ايفورت، عمره ما يسيف الطاقه او يسيف الباور اللي انا بديه. فليفرز ذات هاف فيكسد بوينت بتوين فورس اند ريزيستنس دي فيرست كلاس ليفر. تركز في كل حاجه. طيب تعالوا نشوف سؤال تاني. هو بيقول لي ليفرز ذات هاف فورس، هو انا عندي الفورس هي اللي في النص بتوين ذا ريزيستنس اند فيكسد بوينت. احنا قلنا في الفيرست انا عندي الفوكرم في النص، في السكند عندي ريزيستنس في النص، في الثيرد عندي الايه الفورس في النص. يبقى ليفرز ذات هاف فورس بتوين ريزيستنس اند فيكسد بوينت يبقى ثيرد كلاس ليفر. لو جينا شفنا سؤال تاني بيقول لي ليفر ذات هاف ريزيستنس، انا عندي ريزيستنس في النص ما بين الفورس وبين الفيكسد بوينت، يبقى ده سكند كلاس ليفر. طيب الاسئله اللي كنا لسه بنتكلم عنها هما الثلاثه دول مع بعض كده، لازم ناخدهم باكج واحده وتعرفهم. الليفر اللي اولويز كونزرف ذا ايفورت، او هقوله لك بشكل تاني، ذا ليفر ذات اولويز سيف ايفورت، او ذا ليفر ذات اولويز هاف ميكانيكال بنفيت، يبقى ده سكند كلاس ليفر. دايما بيوفر زي النات كراكر، دايما ليها فايده.
ليفرز ذات دونت كونزرف الايفورت، اللي ما بيوفرش ايفورت زي الهوكي بات. يعني هو احيانا على فكره ممكن يجيب لك في الامتحان يقول لك ايه، يقول لك هوكي بات كول هولدر اند ايس هولدر، ويحط لك ان ده ساينتفك تيرم. يا ترى دول ايه؟ دول سيرد كلاس ليفر. انت لازم تكون حافظ انواع السيرد كلاس ليفر وانواع السكند وانواع الفيرست. يبقى ليفر that don't conserve the effort او don't save effort او don't have mechanical benefit يبقى third class liver. livers that sometimes conserve the effort sometimes ده تفتكرها بالكلمة دي يبقى ده first class liver. سؤال اساسي واغلبكم هيجي له السؤال ده، ان يقول لك who is the scientist that described the liver او the scientist who describes the liver، يبقى أرشميدس. وممكن تيجي في صيغة تانية يقول لك the scientist who invented the liver، اللي اخترع الليفر، يبقى ده أرشميدس. خليكم فاكرين ان احنا خدنا اتنين من العلماء، خدنا man who invented the light bulb او the lamp، دي اللي هو electric lamp يعني، ده توماس اديسون، توماس الفا اديسون او توماس اديسون، الاتنين صح. تحفظهم بالسبيلنج بتاعهم، أرشميدس مش صعبة وتوماس اديسون مش صعبة. يبقى مين اللي اخترع الليفر؟ أرشميدس. سؤال مهم وبيجي دايما، وبيجي دايما الطريقة دي او الشكل ده من الصيغة دي بتيجي دايما في المسائل. يجي في اول المسألة خالص يقول لك ايه the exerted force on body كذا كذا is 300 نيوتن. يبقى the exerted force دي هو قصده بيها الافورت فورس. كلمة exerted force هتلاقوا عندكم في كتاب المدرسة، the exerted force is دي هو قصده بيها هنا الافورت فورس. يبقى the exerted force by a person to equilibrate the resistance force دي effort force. خلي بالكم الأسئلة دي كلها في كتاب المدرسة، يعني انت ما تشغلش بالك ان انا حليت كتاب المدرسة او ما حليتش، دي أسئلة كلها من كتاب المدرسة. طيب الحاجة اللي بعد كده عندنا the distance from fulcrum to effort force، انا قلتها لكم في اول الفيديو، دي force arm. طب the distance، احنا عندنا two distance في المنهج عشان بس تبقوا فاخدين بالكم، او يعني في اليونت الاولى، الديستنس الاولانيه من الفوكرم للفورس دي فورس ارم، الديستنس الثانيه من الفوكرم للريزيستنس ودي الريزيستنس ار. ذا فورس از ريزلتد او الفورس اللي ريزلتد فروم بادي ذات وونتس تو موف، وونت تو موف. انت لما بتيجي تعمل تاثير على جسم، انت قدامك عربيه فبتدي العربيه دي فورس علشان تحرك العربية، هتقاومك هتقول لك لا مش هتحرك، وبالتالي هي بتعمل force result، بتعمل او يعني مقاومة، حاجة بتطلع من result from the body، بتطلع من البادي اللي انت عاوز تحركه، وبالتالي هي resistance force. يبقى the exerted force هي effort force with the force resulted from the body that wants to move the resistance force. Assemble machine acts as effort saving. Effort saving second class liver على طول. يبقى simple machine. Simple machine يعني ايه؟ يعني liver. وخليكم فاكرين ان كلمة simple machine هي اساس موضوع الليفر. احنا في اول شرحنا خالص في الليفر، احنا شرحنا الليفر على اساس ان هي simple machine. ساعدتنا ان احنا نعمل مجهود قليل وبتدينا طاقة كبيرة، فهي simple machine. فهو بيقولك simple machine act as effort saving. يبقى سيفورت سيفنج دي يعني بيسيف لي الطاقه، يبقى سكند او يعني بيسيف لي المجهود اللي انا بعمله، يبقى سكند كلاس ليفر. طب لو جاب لي السؤال بنفسه كده وقال لي ذا سيم بالماشين سام تايمز سيفنج ايفورت، يبقى فيرست كلاس ليفر. لو قلت لك سام تايمز يبقى فيرست كلاس ليفر. ماشي نكمل، احنا كل ده كنا شغالين في صفحه 15 على فكره. تعالوا ناخد سؤال تاني اسمه كومبليت. سؤال الكومبليت هو عاوزني اكمل الجملة. بيقول الليفر which make tasks perform more easily by means of الليفرز، بتحاول ان تدينا او بمعنى اصح الليفر بتساعدنا ان احنا نعمل tasks more easily، بنعمل التاسكات اللي احنا عاوزينها more easily. زي ايه؟ او by means of او بشكل ايه؟ by means of يعني بشكل. اول حاجة انت اكتب لي اي احنا واخدين ستة من الadvantages of levers او importance of levers: increasing force, increasing distance, increasing speed, avoid danger, moving
from distance to another distance, moving a force from place to another. كل الحاجات دي احنا خدناها في الـ importance of lever. فليفر make tasks perform more easily by means of increasing force, distance and speed. اللي complete اللي بعد كده بيقول لي the group R is considered as a وسايب لي space وبيقول لي but the manual broom is a لازم تحفظ ان الكرو بار هو first class lever والmanual broom third class lever. ولازم ترجع تاني تفتح الكتاب بتاعك وتحفظ ايه هم الفيرست وايه هم السكند والثيرد في الامثله بتاعتهم. سايب لي تو سبيسز بيقول لي are examples for first class lever, crew bar, scissor. اي حاجه من الحاجات دي كانت first class lever. طبعا انا مفروض ان انت تكون حافظهم, عارف السكند زي ايه وزي ايه وزي ايه والفيرست زي ايه والثيرد زي ايه. لو مش حافظهم اقعد كده ذاكرهم. Are example for the second class levers, the wheel paro and nutcracker. سايب لي two spaces بيقول لي are example for third class lever, ده عبارة عن الفيش هوك and tweezer and hockey bat وحاجات كتير والholder وحاجات كتير. أي holder third class. سؤال مهم ولازم تكون حافظ الرول دي زي اسمك. The law of levers states that force times its arm equal resistance times its arm. وأول ما تشوف مسألة, أول ما تشوف مسألة تقوم كاتب الرول على طول. يعني أنت قبل ما حتى ما تقرأ المسألة ابتدي اكتب القانون, لأن القانون هو هيديك نص الدرجة على طول. أول ما تكتب القانون هتضمن جزء كبير من الدرجة, علشان لو اتلخبط لا قدر الله هتلاقي كتابتك للقانون بشكل صحيح هتفيدك كتير. يبقى the force times its arm equal resistance times its arm. ده law of levers. state ذات state كلمة state ذات يعني بينص على أو يعني مع بيقول الحاجة دي. number 7 type of levers that always conserve effort. خلاص بقى زهقنا من السؤال ده. always conserve effort يبقى second class lever. number 8 there is a conservation يعني توفير of the effort for the first class lever if the هنا بقى القضية المهمة وعاوزكم تركزوا معي. اولا الليفر ده اي ليفر, احنا عندنا 3 ليفر. الثري ليفرز دول بيعملوا ايه؟ انا بديله effort. يعني ايه بديله effort؟ انا عاوز احرك ستون قدامي حتة حجر عاوز احركها. حتة الحجر دي قاعدة ما لهاش دعوه باي حاجه. جيت انا قلت لها يلا نتحرك, جيت احركها قامت قايله لي لا. يعني هي قامت كلمه لا دي معناها ان هي ادتني ريزيستنس فورس. انا جيت احرك الصخر, الصخر ما رضيش. يعني جيت احرك ذا ستون, ستون ما رضيش. كلمه ما رضيش يعني او قاومني, قاومني يعني ما اصل الستون ده مش صغير, الستون ده تقيل ان انا احركه. فهو الريزيستنس فورس اللي عملها لي دي اللي هو مرضيش يتحرك يعني او خلاني بقت صعب ان انا احركه دي resistance force. نتخيل مع بعض ان resistance force بتاع الجسم معين علشان اعمل له move عشان احركه 50 نيوتن. على فكرة اي force بالنيوتن يعني resistance force او 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 effort force دي دي بالنيوتن. فانا الفورس resistance force اللي انا عاوز احركها 50, فانا قدامي ثلاث احتمالات مفيش رابع ليهم. ان انا ادي الستون ده قوة اقل من 50 يعني اقل من 50 وساعتها البادي مش هيتحرك لان هو محتاج ان انت تديله 50 تديله 50 او اكتر, مش 50 كمان ده اكتر من 50 علشان تحركه. فتيجي انت تقول له ايه انت 50 طب انا هحاول احركك بسرت, يقول لك لا ابدا لان انت مديني قوه اقل من قوتي فانا الاقوى كده البادي هو الاقوى فمش هيتحرك. طيب ده الاحتمال الاولاني ان انا اديله فورس اقل. الاحتمال التاني ان انا اديله فورس قده بالظبط ان انا 50 انا هحركك ب 50. بس هنا السؤال هو انا كده استفدت ايه من الليفر؟ لان انا كل الحكايه ان انا بستخدم ليفر. طب هو انا كده استفدت ايه بالليفر؟ طب ما انا ابعد الليفر خالص ارميه واحركه بايدي
يعني انا عاوز استخدم الليفر عشان يوفر لي طاقة، يوفر طاقتي. زي مثلا انت رايح تشتري مثلا تيشيرت، مثلا التيشيرت ده مثلا ب 200 جنيه، فيقول لك لو جيت يوم 13 في الشهر هيبقى عليه عرض وهيتباع ب 200 جنيه. طب هو ب 200 جنيه يقول لك اه ما احنا يوم لو جيت يوم 13 هنبيعه ب 200. طب لو ما جيتش يوم 13 هنبيعه ب 200 برضه. يبقى كده اكنك في الاستون بقى، هو 50 لو جبت الليفر هيبقى 50. طب لو رميت الليفر وعملته انت بايدك هيبقى 50. يبقى كده الليفر ده دونت كونسيرف ايفورت، ملوش لازمه. ولو استخدمت قوه عشان تقاوم المقاومه دي اقل مش هيتحرك. لازم الفورس اللي تقدر تعمل بيها موف للفوق للريزيستنس دي تكون اكبر من قيمته. يعني لو البادي ده 50 لازم تكون الفورس بتاعتك كبيرة عشان تقدر تحركه. طيب وهنا بقى تيجي فايدة الليفر. الليفر بقى بيعمل ايه؟ الليفر يقول لك طيب ايه رأيك ان انا احرك لك الستون ده باقل افورت؟ يعني انت في الطبيعي من غير الليفر ما تقدرش تحركه، او هتحركه لما تديله فرصة اكبر. فانا عندي تلات انواع من الليفرز. النوع الاولاني بيوفر، بيعمل كونزيرف الايفورت، اولويز كونزيرف ان ايفورت، اللي هو السكند كلاس ليفر. السكند كلاس ليفر لو هو 50 يخلي لك الطاقه اللي انت محتاجها عشان، او الفورس القوه اللي انت محتاجها عشان تحركه قليله جدا، وبالتالي هو كده فادني. ده كده هاف ميكانيكال بينيفيت. يعني انت كان 50 انا جبت الليفر ده وعملتك كده ام معمول. يعني قدامي حته بندق، جبت النات كراكر، النات كراكر حطيت فيها البندق عملت بس كده كسرت. تخيل بقى لو ما فيش ليفر هتقعد تعملها باسنانك وتكسر فيها وتعمل عشان ايه؟ لان هي ليها ريزيستنس. النات كراكر ساعدتني ان انا باقل مجهود اكسرها. يبقى ده كونزرف الايفورت، سكند كلاس اولويز كونزرف ذا ايفورت. الفيرست كلاس ليفر سام تايمز كونزرف ذا ايفورت، اما الثيرد كلاس دونت كونزرف ذا ايفورت اني تايم، لان هو دايما وانا بستخدمه. يعني انا جبت ليفر واستخدمه عشان يوفر لي ايفورت، لا ده لازم اديله فورس اكبر. طيب يبقى انا كده علشان استخدم الليفر استخدام صحيح واقدر ان هو اقول ان هو ليه ميكانيكال بينيفيت، لازم يساعدني ان انا ادي فورس قليله عشان اقدر اتغلب على الريزيستنس الكبيره. طب امتى ده هيحصل؟ هيحصل في حاله واحده واكتبها عندك، لما تكون الفورس ارم larger than resistance arm. عارفين الفورس ارم ايه هو؟ المسافه من الفورس للفولكرم. لما تكون الفورس ارم larger than resistance arm، لما تكون الفورس ارم larger than resistance arm، في الحاله دي الفورس هتكون اقل من الريزيستنس. في الحاله دي الفورس هتكون اقل من الريزيستنس. فهمتوها ولا لا؟ انا هدفي ايه؟ انا هدفي ان الفورس اللي انا اعملها تكون اقل من الريزيستنس علشان اقدر احرك البادي ده باستخدام الليفر. يعني انا جبت ليفر، هدفك ايه؟ هدفك ايه من الليفر؟ ان انا اديله فورسه قليله يديني يحرك لي الريزيستنس او يتغلب على الريزيستنس بالقوه القليله دي. يقول لك طب انت عاوز فوق ايفورت فورسه قليل، طيب اديني ايفورت فورس ارم كبير. عرفت القاعدة؟ يبقى أنا كل دماغك تكون دايرة في إيه؟ دايرة إن الفورس أرم يكون كبير. أكبر من مين؟ أكبر من ريزيستنس أرم. في الحالة دي لو الإفورت فورس أرم كبير، لو الفورس أرم كبير هكون الفورس قليل. فهمناها؟ تعالوا نشوف السؤال بقى. بيقول لي there is a conservation. conservation يعني أنا الفورس قليلة والريزيستنس كبيرة. there is a conservation of effort for the first class lever if the، امتى يكون الفيرست كلاس ليفر بيوفر؟ احنا قلنا في ثلاث حالات للفيرست كلاس ليفر، لا اما يوفر، لما يوفرش لا يساوي. ده في حاله الفيرست كلاس بس. فامتى هيوفر؟ هيوفر لما الافورت فورس ارم يكون لارجر ذان ذا ريزيستنس ارم. طيب السؤال اللي بعد كده
The force and resistance are equal in lever if امتى الفو اولا هو ممكن يكون equal في انهي lever في الفيرست ولا السكند ولا الثيرد في الفيرست هو يكون equal في الفيرست only في الفيرست بس يبقى the force and the resistance are equal in the when the arm of resistance equals the arm of force لما الارمين يساوي بعض الفورس والريزيستنس يساوي بعض النات كراكر دي سكند على طول النات كراكر is an example for second class lever the most popular لازم تحفظ الكلمة دي زي ما هي كده the most popular lever in our daily life is first class lever crowbar is lever used to increase force تحفظ الكلام دوت while minor broom lever to increase distance يعني انا بستخدم الكروبار عشان اعمل increasing الفورس حاجة يعني قوية بتساعدني ان انا ادي effort فورس قليل وتديني resistance كبيرة او تديني تتغلب على resistance كبيرة والمانوال بروم معروف ان هو بينقل بيعمل increasing distance الفانكشن its arm او الاف سوري الاف اللي هي force times its arm equal resistance times its arm وده يعني غالبا هيجي لك simple machine يعني liver consist of bar that make tasks perform more easily that ده الليفر طبعا ليفر از ا وسايب لي سبيس ذات روتيت اراوند فيكس بوينت كول فوكرم ده ريجيد بار تعال ناخد شويه جيف ريزون على الموضوع بتاع ال اليونت الاولانيه ذا سكند كلاس ليفر كونزرف ذا ايفورت احنا عارفين كلمه كونزرف ذا ايفورت يعني فرصه قليله وريزيستنس كبيره فرصة قليلة تبقى امتى لما الفورس ارم تبقى كبيرة يبقى تخلي دماغك مستسلمة على كده ان انت كونزرف ايفورت يبقى الفورس ارم كبير والفورس قليلة هتقوم انت قايل له because arm of force is longer than arm of resistance so force is smaller than the resistance دي تحفظها صم السؤال ده مهما كانت مدرستك هتجيبه يعني انت ده final midterm لازم تلاقي فالسكند كلاس ليفر كونزرف ايفورت مش قصدي على السكند انا قصدي عموما يجيب لك ليفر ويقول لك ليه ده بيوفر وليه ده ما بيوفرش وليه ده احيانا يوفر زي السؤال اللي بعد كده بيقول لي ثيرد كلاس ليفر او ثيرد كلاس ليفرز دونت كونزرف ذا ايفورت دونت كونزرف ذا ايفورت ده كده الفورس اكبر من الريزيستنس لان انا لو كونزرف يبقى الفورس اقل من الريزيستنس في الحاله دي الفورس اكبر من الريزيستنس يبقى تجاوبها لي ازاي تقوم انت عاكس لي تقول لي because the arm of resistance larger than the arm of force so the force is greater than the resistance اظن مفهومة اللي ما فهمهاش يرجع يسمع تاني الفيديو number 3 the force and resistance can be equal only in first class lever امتى يكون هو equal في first class lever لان first class lever هو الوحيد اللي عنده الفوكرم في النص فاحيانا الفورس ارم يساوي الريزيستنس ارم بيكوز فوكرم بتوين فورس اند ريزيستنس ممكن تكمل الجمله سو سام تايمز ذا فورس ارم ايكوال ريزيستنس ارم سو نمبر 4 سام اوف ليفرز ار امبورتنت تو مان ان ذو they don't conserve the effort بيقول لي احيانا شويه ليفرز مهمين لحياتنا ولكن هم ما بيوفروش الطاقه يعني ما بيعملوش كونزرف للقوه او بيعملوش كونزرف للايفورت احنا عندنا الثيرد كلاس ليفر ما بيوفرش الله هو انت صحيح الفيرست الثيرد كلاس ليفر ده محتاج لو ريزيستنس 50 هحتاج ان انا اديله فورس 100 ده انا بديله قوه اكبر وبالتالي ليه بستخدمه ده كده هو بيضرني لا ليه استخدامات تانية as they have another benefits as avoid danger accuracy in performance and increasing speed يعني بالرغم ان هو فعلا الفورس بتاعته اكبر من الريزيستنس بس هو ليه استخدامات كتير force doesn't equal the resistance in second class lever second class lever مين اللي في النص resistance وبالتالي الريزيستنس ارم استحاله يكون بيساوي الفورس ارم وارسمها كده وشوف هتلاقي ان الفورس ارم في النص الريزيستنس في النص والفوكرم في الحرف والفورس في الحرف الثاني because the arm of force is longer than the arm of resistance so force is smaller than the resistance doctor used tweezers in circus ده سؤال مهم على فكرة because they pick up small objects and more accurate in performance nutcracker is used to increase the force while manual broom to increase the resistance because nutcracker use small force بيستخدم طاقة صغيرة أو قوة صغيرة to
make great effort. While manual broom by moving small distance from the upper part it move subject objects for longer distance. في شوية لخبطة في الكلام هنا ولكن تقدروا تعدلوه. سيسو is a first class lever while خلاص اول ما يقولك ده ليه first class وده ليه second class وانت شارح له يعني ايه first class و second class تقول لي يعني ايه. Because CISO has fulcrum between force and resistance while بيقول المانوال بروم second خلاص يبقى يعني second يبقى it has resistance between fulcrum and force. Sometimes first class lever save effort. يعني ايه save effort؟ هتشرح لي يعني ايه save. Because sometimes بس تحط لي sometimes the arm of force is longer than the arm of resistance so first so force is smaller than the resistance and it save the or it save my effort. البروبلمز تعالوا ناخد مسألة والمسائل انا عارف ان انا بتكلم بسرعة بس انا عارف ان انا الطلبة بتوعي شاطرين احنا الاوائل دايما فاحنا دايما ذهننا صاحي وشاطرين مش محتاجة ان انا اقعد بقى بالراحة لا انا عارف ان انا معايا الاوائل في, في, في كل مكان فمعلش انا عارف ان انا بجري في الشرح ولكن انا عارف ان احنا بقينا شاطرين خلاص. البروبلمز بتيجي مسألة المسألة بتبقى قايمة على فكرة واضحة جدا وركز معي او ركزي معي. فكرة المسائل ايه؟ فكرة المسائل اولا ان انت تكتب القانون دي اول حاجة ان هو مش هيروح في اي مكان تاني غير القانون يمين شمال فوق تحت هو هيخليك تستخدم القانون. يبقى اتفقنا ان انا المسألة اللي قدامي انا كل تفكيري يبقى في القانون اللي هو ايه القانون اللي هو force times its arm equal resistance times its arm. مبدئيا كده انت لازم تبقى ملتزم بالقانون فقط. طيب يبقى اول نقطة هنشتغل على القانون. تاني حاجة تاني نقطة هو هيلعب على فهمك للقانون بشكل صريح انت فاهم القانون ده اصلا ايه ولا بتكتبه خلاص. طيب يا حضرات القانون ده اساسا at balance. يعني ايه at balance؟ يعني عند الاتزان يعني عند ان الفورس ارم في يعني هشرحها لكم ازاي هقول لك انا. بص يا سيدي لو احنا جبنا سيسو مش ده ليفر اهو الليفر ده لو انا جيت علقت هنا 5 نيوتن مش هيميل كده يعني هيبقى مايل كده بالشكل ده لازم احط هنا قوة تانية لها قيمة معينة علشان يرجع يبقى موزون كده يعني يرجع شكله هوريزونتال تاني يرجع شكله افقي زي الميزان اللي عند الراجل اللي انت بتحط الناحية دي مثلا حبة تفاح لازم تحط الناحية التانية حاجة توزن الكفة فكده بقى بالانس. امتى يحصل البالانس؟ لما الفورس تايمز اتس ارم ايكوال ريزيستنس تايمز اتس ارم. فهو ساعات بيجي بقى في مسألة هي مش هنا بس المسألة دي موجودة يقول لي ايه؟ يقول لي لو الفورس عندك بكذا والارم بتاع الفورس بكذا خلاص هو اداني كده الفورس والارم شوف بقى هيلخبطني ازاي ويديني الريزيستنس بكذا ويديني الارم بكذا ويقول لي يا ترى الليفر اللي انت شايفه ده اللي انا مديك كل بياناته ده هو اد بالانس ولا مش اد بالانس وليه اد بالانس ولا مش اد بالانس ده عند البالانس الفورس تايمز اتس ارم بيساوي الريزيستنس تايمز اتس ارم يبقى انت هتضرب الفورس في الارم بتاعها وتضرب الريزيستنس في الارم بتاعها وتشوف بيساوي بعض ولا لا دي نوعيه اسئله انا يعني ده لو جابها يعني تبقى صعبه قوي ان هو يديك كل البيانات ويقول لك شوف ده عند البالانس ولا طب خلاص ادي الفورس في الارم بتاعها بكام بكذا والريزيستنس في الارم بتاعها بكام بكذا وتشوفهم يا ترى بيساوي بعض ولا لا لو بيساوي بعض يبقى ادي بالانس لو ما بيساويش بعض يبقى ايه مش بالانس
ولكن تعالوا نشوف المسألة دي. يبقى هو أول حاجة مش هيبعد عن بره القانون، تاني حاجة لازم أكون حافظ القانون وفاهمه إن ده كده عند البالانس. لو فيهم واحد ناقص هو ما قالهوليش في المسألة، بقوم عامي عليه علامة استفهام كده. وبالطريقة اللي انتوا عارفينها بقى، بجيب دول في بعض وانزل اللي ناقص تحتهم واشوف الإجابة هتبقى ايه. تعالوا نقرأ المسألة دي مع بعض. المسائل مفيش اتفه منها، يعني لو حد ناقص فيها بصراحة يبقى غلطان. A force of 50 نيوتن، الفورس بكام؟ هو قالها لك صريحة ايه؟ فورس 50 نيوتن. طيب يبقى الفورس ب 50، او ما انا كاتب كده بالراحة كده بخط صغير او بقلم رصاص، ادي الفورس ماشي، ادي الفورس اهي فوق كده، فوق ال 50 اكتب ايه؟ فورس اهو. طيب افيكتس اون ليفر ان سكند كلاس ليفرز اتس فورس ارم، فورس ارم بكام؟ ب 20، يبقى ده الفورس. ممكن تكتبها كده ايه؟ فورس ارم، يعني عشان تبقى فاكره يعني. كالكوليت ذا ريزيستنس، هو عاوز يحسب الريزيستنس. That given that the arm of resistance is 5، يبقى ده الايه؟ resistance، هو مديني resistance arm. وابتدي اكتب القانون واشيل كل حاجة واحط مكانها، الفورس بكام؟ ب 50. الارم بكام بتاع الفورس؟ ب 20 اهو. الريزيستنس بكام؟ مش مديهالي، احط كوتشن مارك. الريزيستنس arm بكام؟ ب 5، يبقى اهو ادي 5. واقوم حللها 50 times 20 over 5 هيطلع ب 200. 200 ايه؟ انت بتحسب ايه؟ بحسب ريزيستنس، ريزيستنس بالنيوتن، ما ننساش اليونت. تعالوا ناخد مساله ثانيه. بيقول لي سكند كلاس ليفر فورس، الفورس بتاعتها 100، ادي الفورس ماشي. ال دي كده الايه؟ دي كده ذا فورس. ال ذا ارم اوف فورس ب 25، ادي الفورس ارم ماشي. والريزيستنس 500، ادي الريزيستنس. ناقص لي الايه؟ ريزيستنس ار. اول حاجه اكتب القانون، تاني حاجه اعرف ايه اللي عندي. انا عندي الفورس وعندي الارم وعندي الريزيستنس، هو عاوز ده، فاقوم كاتب ومعوض الاقي، او يعني احط الحاجه واشيل كل حاجه احط مكانها واحسب الاقيها مظبوطه. ولما حسبت الارم واخدين بالكم ان انا حطيت سنتيمتر. تعالوا كده ندردش شويه في يونت 2. اظن يونت 1 كده احنا قلنا كل حاجه فيها، او يعني اغلب الحاجات تراجعناها. means of converting electric energy to lighting او to lighting. اليونت التانية بتتكلم عن electric lamps، بتتكلم عن اللمبات الكهربائية. واللمبات الكهربائية فكرتها ايه؟ فكرتها ان هي ان انت تديها electric energy وهي تديك light energy، دي كل فكرتها. فلما يجي في scientific term ويسألني means of converting او وسائل converting electric energy to lighting او to lighting، sorry electric lamps، ده definition معروف، ده تحفظه صم. الحاجة التانية اللي تحفظها وتكون فاكرها افلو، كلمة او ما تشوف كلمة افلو يبقى كلامك عن electric current. A flow of electric charges او electrons through a material conducting electricity، دي electric current. السؤال اللي قلناه من شويه، the scientist who invented light bulb توماس الفا اديسون. عندنا نوعين من الكونكشن، نوع بنحبه ونوع ما بنحبوش. احنا ما بنحبش السيريس، السيريس كونكشن ما بنحبوش. ليه بقى؟ تعالوا نقرا. way in which the light bulb are connected one after another، one after another، one route، يعني في one route، طريق واحد. and the light intensity of bulbs decrease with increase in number أو in their number، كل ما تزود عدد اللمبات by increasing the number of light bulbs the light intensity decrease. يعني إيه light intensity؟ light intensity يعني قوة الضوء. أنت لما توصل لمبة غير لما توصل لمبتين غير لما توصل ثلاثة، الثلاثة أقل كتير من اللمبة واحدة لأن أنت بتوصل بالسيريس connection. أما النوع الثاني اسمه parallel connection، وده بنحبه. وفي بيوتنا in our homes we made أو we use the parallel connection. The way by which the bulbs are connected by branching roots and the lighting of bulb of lamps is not affected with the increase in their number. يعني لو جيف what happen if connecting more than white more than one light bulb in parallel connection
يبقى هتقول له the light intensity remain as it، يعني اللايت انتنسي مش هتتأثر. فليمنت طبعا ده حاجة أساسية في اللايت بالب أو في اللامبس عموما. A coil thin wire made of tungsten، tungsten طبعا يبقى ده الفليمنت، أول ما تشوف كلمة tungsten يبقى فليمنت. It's a closed and continuous path through which the electric current will pass making a complete circle، ده electric circuit. Way of connection with which lamps and machine are connected in house، ده parallel connection. Materials that cover the inner tube، التيوب عموما بتاعة الفلورسنت لامب. الفلورسنت لامب الجلاس تيوب فيها ثلاث حاجات، فيها أرجون جاز، فيها فوسفوريك ماتيريال، فيها ميركوري فيبر. الحاجة اللي بتبطن الإزاز من جوه، materials that covers the inner tube surface is fluorescent lamp is phosphoric material. تحفظها زي اسمك. Give reason for each of the following. There is the, there are two pieces of lead in light bulb. If I did lead to connect the bulb with electric circuit. The light bulbs are connected in parallel in house. ليه متوصلة in parallel to reach the burned bulb and replace it without cutting off the other bulbs. And by increasing the number of lamps, the lighting intensity remain as it. ممكن تجيب لي الجملة دي كده زي ما هي وتقوم جاوبها لي إجابة على السؤال ده، إن إحنا ليه بنوصل في بيوتنا in parallel by, because by increasing the lamps the light intensity don't change. The filament of light bulb is made of tungsten. ده سؤال مهم جدا because it has high melting point، لأن ليها high melting point to protect it from melting as it glows and emit light when the electric current passes through it. The presence of inert gas argon inside the light bulb to prevent air from reaching the filament thus protect the protect it from burning and to increase the the life of filament. السؤال ده أساسي، يعني ده كده تعلم عليه، ده أساسي في الامتحان. سؤال الأرجون وسؤال التنجستن، يعني سؤال الأرجون وسؤال إن ليه عاملين البلب من التنجستن أو ليه عاملين الفيلمنت من التنجستن، ده كده دول كده تحفظهم لسان. The presence of two copper wire in light bulb to allow electricity to pass from the base to the filament. وليه the presence of glass bulb to prevent air to prevent entering of atmospheric air to the filament and don't or not burn it. الـ atmospheric air لو دخل جوه الجلاس بالب يحرقها. يبقى ايه الجاز اللي موجود جوه الجلاس بالب؟ الجلاس بالب مليانه بالارجون، لو دخل atmospheric air مع السلامه البالب كده. Number 7 electric circuit is made of electric conductors because electric conductors allow the electric charges to pass through. Electric wires are covered with insulating material because electric insulator don't allow the electric charges to from flowing to the hand. تعالوا ناخد الكمبليت ده، هسيبه لكم علشان الفيديو ما يكونش طويل قوي عليكم، ولكن هاخد الكومباريزون دي كده. تعالوا نشوف المقارنه بين الفليمنت في اللايت بالب والفلورسنت لامب. انا عندي هنا كويلد واير من تنجستن، هنا تو فليمنت اوف تنجستن واير. خلي بالكم انا بقارن بين الفلورسنت لامب واللايت بالب، فالفليمنت اساسي فيهم هما الاثنين. هنا سين واير اوف تنجستن واحد بس في اللايت بالب، هنا اثنين في البيز. ركزوا في البيز، البيز بتاعت اللايت بالب اثنين بيز، نوعين يعني، في نوعين سبايرال بيز ويز تو بيز اوف ليد، او سوري ويز وان. السبايرال بتبقى وان، هنا دي كده مكتوبه غلط، دي كده مش تو، هنا دي وان ماشي، او تو سايد نيل بيز. يبقى عندي سبايرال بيز وتو سايد نيل بيز، والتو سايد نيل فيها تو ليد. اما الفلورسنت لامب فيها تو بوينتس اوف كونكشن ات ايتش تيب، ده بالنسبة للبيز. الجلاس بالب هنا filled with argon gas only، هنا filled with inert gas argon inert argon gas little mercury and phosphoric material. وخلي بالكم انا قلت ان الارجون ده inert gas ماشي، inert gas يعني inactive gas. البارل والسيريس كونكشن، هنا في السيريس الكونكشن اوف electric bulbs بنوصل ازاي؟ one after one يعني one root ماشي. هنا branching roots يعني more than one root او branching root. هنا لو عملنا cutting one root، لو قطعنا الروت the current doesn't flow all bulbs are turned off. هنا the current moves through other roots، هيتعدي.
ال intensity هنا decrease on increasing the number of bulbs and remain as it. انا هقف لحد هنا لان اغلبكم عنده الامتحان في الجزئية دي. اللي عنده listen to انا شايف الفيديو بقى كبير, فاللي عنده listen to هيقراه. listen to اصلا سهل في اليونت دي, ولكن قبل ما نمشي تعالوا ناخد كويز مع بعض. تعالوا ناخد الكويز ده مع بعض ونحله كده, نحاول نحل الكويز ده مع بعض. ولكن ثواني بس ايه, اعمل زوم. اتمنى تكون المراجعة يعني مفيدة ليكو. انا يعني عارف ان انا طولت عليكو, ولكن انا عارف ان المراجعة دي زي ما عملنا في الترم الاول في مراجعة الميد ترم والفاينل مش بيخرج منها الامتحان, مش علشان انا متوقع حاجة, ولكن لان احنا لامين اجزاء كبيرة من المنهج. فاتمنى ان انت تكونوا واخدين الموضوع على محمل الجد. الامتحان بيجي بالشكل ده, بيجي عبارة عن 5 complete. تعالوا ناخد اول واحد in second. ده على فكرة انا سبت لكم الامتحان ده على الجروب, فاللي حاول يحله وبعت لي وانا ما صححتلوش يراجع كده معانا. in second class level the stable space will be found between the force and effort the force of effort and second class. ايه اللي موجود between the force و ايه تاني؟ الريزيستنس موجودة بين الافورت فورس اند ذا فوكرم. النات كراكر از اي ليفر, ده سكند كلاس ليفر. اما المانوال بروم ده ثيرد كلاس ليفر. الاي والسيزر وكروبر ار اكزامبل اوف ايه؟ السيزر ده فيرست كلاس ليفر, يبقى كروبر دول فيرست ايه؟ فيرست كلاس ليفر. ممكن تكتب لاي واحد هنا السي سو مثلا, سي سو اند سيزر وكروبر ار اكزامبل اوف فيرست كلاس ليفر. فلورسنت لامب كونسيست اوف, تقوم قايل لي الثلاث حاجات الاساسيين, فيلمنت وجلاس بالب و وغلاس تيوب و البوينتس اوف كونكشن. لايتنج اوف لايت بلبس, لايتنج يعني انتنسيتي, دازنت تشينج اف وي كونكت ان بارالل, لما نوصل بالبارالل. التو مسالتين دول هسيبهم لكم ماشي. في يعني هتكتب القانون وتشيل كل حاجه وتحط مكانها, امتحان يعني لذيذ خالص. ده شكل ايه؟ what is the name of the figure, دي اللايت بالب. هنا اول واحدة دي جلاس تيو جلاس بالب. هنا دي الفليمنت, ما تقوليش تانجستن, قولي فليمنت, قولي فيلمنت. هنا دي دي كده البيز ماشي, اسمها بيز. give scientific term fixed point variation bar, دي الفوكرم. a tool used to convert electric current to energy electric energy او electric current energy to lightning, دي اللايت الالكتريك لام. ان اكتف جاز طبعا ده الارجون. ليفر ذات هاف ريزيستنس بتوين, ريزيستنس بتوين يبقى سكند كلاس ليفر. ساينتست هو ديسكرايب ذا ليفر يبقى ده ارشميدس. وجيف ريزون سام تايمز فيرست كلاس ليفر سيف ايفورت. سيف ايفورت ايه اللي بقى؟ ان سيف ايفورت احنا قلناها كتير, ان الفورس ارم اكبر من الريزيستنس ارم, سو الفورس اقل من الريزيستنس. نفس الكلام الثيرد كلاس ما بيعملش دونت كونسيرف, يبقى because resistance arm larger than the force arm, so resistance is lower than or smaller than the force. but true or false, كلهم false. وقف الفيديو واتفرج. يعني تعالوا نقراهم مع بعض. first class lever has resistance between, لا ده second class lever. electric lamp converts kinetic energy to light energy, لا the electric energy to kinetic energy to light energy. third class lever have fulcrum between كذا وكذا, لا the first class lever. fluorescent lamp consists of neon gas, لا هي اسمها neon lamp ولكن اللي جوه اسمه argon gas. peace to flux, ليكم ان شاء الله تقفلوا الميد ترم. انا عارف ان انتوا هتقفلوا الميد ترم ان شاء الله, وان شاء الله دايما كده نكون مع بعض ونقفل الامتحانات كلها مع بعض في الميد ترم. ما تغشش انت او انتي اشطر من اي حد تاني. خليك مركز في ورقتك, ما تنساش تكتب اسمك. انت تقدر تجيب الفول مارك بكل بساطة, وان شاء الله نتقابل بعد الميد تيرم وتقولوا لي درجاتكم الحلوة ونكون كلنا جبنا درجات زي الفل. المهم تذاكر كويس وتحفظ تحفظ تحفظ كتير, وان شاء الله نتقابل
على خير في الفيديوهات اللي جاية. كنت معكم مستر أحمد الباشا، وأتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله. باي باي.